يعني طبعا بالنسبة لهذا المجرم بشار الأسد لا معنى لعملية جنيف، لأنه كما قلت هو يخاف منها. نحن جئنا إلى هنا لإنجاح عملية جنيف بناء على بيان جنيف، وبيان جنيف فيه عدد من القضايا الميدانية المتعلقة بوقف إطلاق النار وتحقيق القضايا الإنسانية، وفيها الانتقال السياسي وجوهره بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية. لذلك نحن ننظر إلى أستانا وجنيفا كعمليتين مكملتين لبعضهما البعض، بحيث تركز أستانا على ما يمكن تحقيقه في مجال وقف إطلاق النار، وتركز جنيفا على جوهر تنفيذ قرارات مجلس الأمن وهو الانتقال السياسي. Concerning there has been a report by the State Department concerning the cremation of the prisoners by burning them and getting rid of them. How would you be reacting? How would you proceed in talks tomorrow, knowing that this is what the Syrian regime has been doing? نحن نرحب بهذا التصريح لوزارة الخارجية الأمريكية، والحقيقة هذا غيظ من فيض. ما يحدث في داخل يعني سجون النظام أبشع من ذلك بكثير، وطالما هناك اعتراف من وزارة الخارجية بهذه الجرائم، آن الأوان اليوم للعالم كله وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحرك لوقف هذه الانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان. وطبعا هذا سيكون حاضرا في مفاوضاتنا من أجل تطبيق القضايا الإنسانية وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين. رائد تفضل. دكتور نصر، رئيس السوري بشار الأسد يقول بأن جنيف لا تعني شيئا وهي فقط التصريحات الإعلامية، والسيد ستيفان دي مستورا يقول بأن وفد النظام السوري هو لديه مصلحة ومهتم بالخوض بالقضايا الجوهرية. هل لديكم ملاحظات على تصريحات السيد دي مستورا وكيفية تعاطيه مع وفد النظام رغم هذه التصريحات الواضحة لرئيس النظام في سوريا، ولماذا هذه الجولة 4 أيام فقط؟ يعني هاي أسئلة سؤال مركب أستاذ رائد، بده إجابة كثير. أولاً، النظام لا زال حتى هذه اللحظة بالتعاون مع حلفائه يركز على الحل العسكري، ونحن نعتقد يقيناً بأنه ليس جاداً في الوصول للحل السياسي. النقطة الثانية، سكوت المجتمع الدولي على الجرائم التي قام بها النظام هي من جعلته يعني يتطاول ويصرح مثل هذه التصريحات. بالطبع هو لا يستطيع أن ينظر إلى هذه العملية كما يقول. الدليل على ذلك مشاركته، والدليل على ذلك انصياعه للضغوط الروسية في الجولات القادمة التي أجبرته على مناقشة المواضيع المتعددة الموضوعة على الأجندة، ومنها موضوع الانتقال السياسي. موضوع طول الجولة وقصرها لا يقاس بالأيام، هو يقاس بالإنجازات. أتمنى أن يكون لدى الأمم المتحدة هذه المرة خطة عملية أكثر تؤدي إلى الدخول بعمق عملية الانتقال السياسي، وبالتالي تسهيل واختصار الطريق للوصول إلى الحل السياسي. دكتور نصر، سأخذ سؤالين أخيرين. ضياء محمد دومر. دكتور، وفقا للمبعوث الدولي ستركز هذه المباحثات على قضية إيصال المساعدات للمناطق داخل سوريا المحاصرة والغير محاصرة. هل تتوقعون أحداث طرح ما، وهل لديكم أي طرح بخصوص هذه القضية، قضية المساعدات؟ طبعا تطبيق البنود الإنسانية البند 12 و13 و14 هي من أولى أولوياتنا، لأن أولى الأولويات هي تخفيف ووقف المعاناة عن أهلنا وشعبنا المحاصر الجائع الذي يتعرض لانتهاكات مشينة اليوم وأمام سكوت من المجتمع الدولي. وهذا الموضوع أخ محمد هو يعني كان ولا يزال على أولويات المفاوضات، إضافة كما قلت إلى الدخول في جوهر عملية الانتقال السياسي، لأنه الراحة الحقيقية للشعب السوري وقف كل هذه الانتهاكات يتحقق من خلال الانتقال السياسي والذهاب إلى سوريا الجديدة. أوكي. سؤال أخير، تلفزيون ميادين، سؤال أخير. طبعا اتفاق أستانا يحتوي العديد من النقاط. للأسف الشديد النقطة الأساسية الجوهرية هي خفض التصعيد أو خفض العنف، لم يتحقق بسبب استمرار النظام وداعميه في ارتكاب الخروقات والقيام بأعمال القصف، سواء القصف الجوي أو القصف من المدافع أو الصواريخ.
والاستمرار بعمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، إضافة للانتهاكات الصامتة التي تمارس على المعتقلين في السجون دون أن يشعر بها أحد. صحيح هناك العديد من التفاصيل الأخرى التي كان هناك اتفاق على أن يتم استمرار أو استكمال نقاشها في لقاءات تقنية بين الطرفين، وهي يعني تفاصيل معقدة وشائكة وبحاجة إلى توضيح كامل، وللأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم تحدث. نتوقع أن تكون هذه النقاشات خلال الأيام القادمة، لكن ما نريده هو وقف إطلاق نار شامل وليس تخفيف عنف. هذا وقف إطلاق النار يكون شامل لكل المناطق السورية وكل الفصائل العسكرية التي اعترفت بنظام وقف إطلاق النار أو تلك المستعدة للانخراط بنظام وقف إطلاق النار، وبشرط أن تكون هذه الإجراءات هي مقدمة للحل السياسي ومرتبطة بالحل السياسي، لا أن تنطلق إلى خطوط فصل طويلة الأمد أو أن تكون مقدمة لا سمح الله للتقسيم. شكرا جزيلا ومساء الخير للجميع. اتفقنا سؤالين. دكتور نصر، one more question here. Please. One more question. Mr. Dimitrisura said this round will be more business-like. Wouldn't it be more business-like if there would be direct negotiations between your side and the representatives of the Syrian government? What would be the requirements for this? نحن يعني أول من سعى إلى أن تكون هذه المفاوضات عملية، تختصر الجهد وتختصر الوقت وتؤدي إلى نتائج سريعة، ولذلك كان طلب وفد الهيئة العليا للمفاوضات منذ السنة الماضية بأن تكون هناك مفاوضات مباشرة. طبعا نحن نرحب بدعوة السيد ستيفان ديمستورا أن تكون هذه المفاوضات عملية ومنتجة، ولكن ليس لدينا حتى هذه اللحظة تصور عن طبيعة هذه المفاوضات. أتمنى أن تكون الظروف قد أصبحت مناسبة للانخراط بمفاوضات مباشرة تؤدي إلى نتائج حقيقية خلال وقت قصير. شكرا جزيلا.